فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الحج وعليه دين فهل يحج أم لا بد من أن يستأذن من صاحب الدين؟ إذا كان عنده مال واسع يحج منه ويسدد الدين مهما حاجة، أما إذا كان المال يا الله يسدد الدين وأذن لك صاحب الحق لا بأس، أما إذا لم يأذن فلا، لا تحج. نعم.